نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية والنيل للأخبار. مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك ديما. مرحبا بك يا محمد. مرحبا بحضراتكم. نبدأ الثامنة بأهم العناوين. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يترأس اجتماعا وزاريا حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية. بكين ودمشق تعلنان إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. أوكرانيا تقصف المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم. ونتابع في نشاطنا الاقتصادي. محافظ البنك المركزي يشارك في المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي. نجدد التحية وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن صندوق الخسائر والأضرار للدول النامية الذي تم التوصل إليه خلال رئاسة مصر لقمة المناخ COP27 يجب أن يمتلك القدرة على توفير الدعم المباشر للحكومات والمجتمعات التي تواجه كوارث وتداعيات مناخية. جاء ذلك خلال ترأس شكري لاجتماع الوزارية حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية بصورة مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة 28 لمؤتمر المناخ. وافتتح شكري مشاركته في الاجتماع بالتنويه بما تم التوصل إليه في شرم الشيخ من اتفاق تاريخي لإنشاء ترتيبات تمويلية جديدة، وشدد على أن الدول النامية لا يجب أن تواجه الأعباء المتزايدة للديون من أجل استعادة خسائر مكتسباتها التنموية. كما شارك سامح شكري وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد شكري أن أفضل سبيل لمنع حدوث النزاعات وبناء السلام هو التنفيذ الأمين لبرنامج التنمية المستدامة بما يكفل الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات المختلفة. كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى نشوب النزاعات وتوفير التمويل اللازم للتعامل مع انخفاض المخصصات المالية للأنشطة البرامجية لبناء السلام. التقى وزير الخارجية سامح شكري أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي والذي يضم نخبة من قادة الفكر والسياسيين الأمريكيين السابقين وكتاب الرأي. وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الوزير شكري وأعضاء المجلس تناول عددا من الموضوعات على رأسها العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها والتحديات المرتبطة بها. وقدم شكري خلال اللقاء شرحا لعملية التحول والتطوير الشامل الذي تشهده مصر بما في ذلك مسار الحوار الوطني وأهدافه وما تضمنه من مشاركة ممثلي أطياف سياسية مختلفة ومتنوعة. ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية الذي يعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للمجموعة العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقالت المشاط في كلمتها إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأثرهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول. وشددت المشاط على ضرورة ضمان حقوق الدول النامية في الحصول على التمويل العادل وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل والتكيف مع التغيرات المناخية. أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية أحرزت خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في تحسين جودة خدمات ونتائج علاج سرطان الأطفال من خلال تنفيذ العديد من السياسات المستنيرة التي استهدفت الوصول إلى المرضى بشكل شامل. جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان خلال جلسة تحقيق التغطية الصحية الشاملة وسد فجوة البقاء على قيد الحياة في سرطان الأطفال التي عقدت على هامش الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نموا، لا سيما تلك الدول المثقلة بعبء الديون. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا عددا من القضايا العالمية والإقليمية. وحرص الأمين العام للجامعة العربية على وضع غوتيريش في صورة التطورات في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية. دشنت الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، وأعلنوا تأييدهم للرئيس. المبادرة أطلقها عدد كبير من المصريين المقيمين بدولة الإمارات والقائمين على تنسيقها، المستشار محمد عبد الرازق والمهندس مجدي الألفي والمستشار محمد نويرة، معربين عن فخرهم بما حدث في الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة، فضلا عن جذب المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر في مختلف المجالات. نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا تنظيميا بالإسكندرية ضم المئات من أعضاء الحزب لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. وقال الأمين العام للحزب أن ذلك جاء من أجل استمرار الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة بناء الوطن. لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية في جميع ربوع الوطن، وخلال مؤتمر تنظيمي بالأسكندرية ضم المئات من أعضاء حزب حماة وطن، قال الأمين العام للحزب دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة نظرا لحجم التقدم والتنمية في جميع أنحاء مصر. سيد الرئيس غير الوجه الإسكندرية بالكامل. سيادة الرئيس، هناك مشاريع كثيرة لا نستطيع أن نحصرها، ولكن على سبيل المثال سيادة الرئيس زاد الرقعة الإسكندرية. سيادة الرئيس قام بمشاريع كثيرة من ضمنها مدينة أبو قير، مشروع أبو قير، القطار المترو أبو قير، هناك مشروعات كثيرة، والشعب السكندري يأتي الآن ليعبر عن تأييده لسيادة الرئيس. الجمهورية الجديدة مبنية، يعني القواعد الأساسية بتاعتها المشاريع اللي هي التحتية، البنية التحتية المعمولة، سواء من تغيير زي ما شفنا تغيير شامل مشاريع الصرف الصحي والكباري اللي بتوصل للشرق بالغرب بالشمال والجنوب. كما أكد أمين عام حزب حماة وطن أنه إيمانا من الحزبة على ما قامت به القيادة السياسية تجاه الوطن، فعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم استطاع القضاء على من يحاولون تمزيق الوطن وتقسيمه إلى دويلات. الحزب بيستكمل دوره ويقف جنبا إلى جنب مع سياسة فخامة الرئيس وسياسة الدولة، دعم المواطن البسيط من حيث الصحة والفكر ومد يد العون للطبقات الكادحة التي كانت منسية في فترات سابقة. الجمهور الرئيس عمل الكثير والكثير والكثير، وكله طبعا قدام عينينا، من المشاريع، من القضاء على العشوائيات، من مشاريع الخير، من زراعة، من صناعة، كل ده طبعا بندعم فيه فخامة الرئيس. ومن أجل استمرار الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة بناء الوطن وبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الشامل في مختلف القطاعات التي تخدم المواطن المصري، جاء هذا التأييد من أمانة حزب حماة وطن بمحافظة الأسكندرية. في مؤتمر جماهيري حشد أعلنة أمانة حزب حماة وطن بمحافظة الأسكندرية إعلان ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية الرئاسية جديدة لاستكمال ما تم بدء بنائه من عملية تنمية من خلال المشروعات القومية وأيضا مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية وأيضا السياسية. من محافظة الأسكندرية، كريم كمال، التلفزيون المصري.
استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدة كفر دان 4 جنين بالضفة الغربية المحتلة. ووصل بذلك عدد من استشهدوا هذا الأسبوع إلى 7 فلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية بحق فلسطين والفلسطينيين ضاربة كل الأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط. قوات الاحتلال لم تكف عن حملاتها العسكرية ومداهماتها غير المبررة بزعم البحث عن مطلوبين وما يترتب على ذلك من أعمال عدائية خسارتها فادحة على الجانب الفلسطيني. وفي الوقت الذي لم تبزغ شمس يوم الجمعة بعد حتى استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. تقارير أفادت أن عدد من استشهدوا هذا الأسبوع وصل إلى 7 أشخاص حتى 10 صباح الجمعة. ويوم الثلاثاء الماضي استشهد 3 فلسطينيين خلال مداهمة نفذها الجيش في جنين، من بينهم فتى يبلغ من العمر 15 عاما. أطلقت عليه القوات الخاصة الإسرائيلية النار أثناء مغادرته منزل جدة وفقا للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ أكثر من عام مع تكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية وزيادة اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية وموجة من الهجمات الفلسطينية التي تستهدف الإسرائيليين جراء اعتداءات الأخيرة المتواصلة عليهم. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه بنظيره السوري بشار الأسد أن بلاده ستقيم شراكة استراتيجية مع سوريا، مؤكدا أن تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين. وقال تلفزيون الصين المركزي أن بكين تدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب. خطوة مهمة تخطوها سوريا نحو تحسين علاقاتها الخارجية، آخرها دولة الصين. الرئيس الصيني شي جين بينغ وخلال لقائه مع نظيره السوري بشار الأسد في بكين أعلن أن بلاده ستقيم شراكة استراتيجية مع سوريا، مؤكدا أن تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس الصيني أكد كذلك دعم بكين للتسوية السياسية للقضية السورية وتحسين علاقاتها مع الدول العربية الأخرى، وكذلك استعداده لمواصلة العمل مع سوريا والدعم القوي المتبادل بينهما وتعزيز التعاون الودي والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدولية. من جانبه أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن تطلعه لدور الصين البناء على الساحة الدولية في تسوية أزمة بلاده، وقال إن زيارته للصين مهمة بتوقيتها وظروفها، لا سيما في وقت يتشكل عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار حسب قوله. في السياق ذاته قال تلفزيون الصين المركزي إن بكين تدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب. وهذه أول زيارة رسمية للأسد إلى الصين منذ نحو 2 عقدين، حيث تعد الصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ منتصف عام 2011 بعد روسيا وإيران. وفي نفس الإطار أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الزيارة التي بدأها الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد إلى بكين تشكل فرصة لدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد، خاصة أن سوريا من أولى الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين. وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقاتها مع دول عربية عدة على رأسها المملكة العربية السعودية، واستعادت مقعدها في جامعة الدول العربية، ثم مشاركة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية في جدة للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما. أكد الهلال الأحمر الليبي أن انتشال الجثث في مدينة درنا الليبية أصبح صعبا للغاية ويتطلب معدات وآلية ثقيلة. وأعلنت رئاسة الأركان العامة الليبية عن انتشال أكثر من 250 جثة مجهولة الهوية من سواحل درنا مساء أمس.
شواهد مستمرة على مأساة مدينة دارنا الليبية، حيث أصبح الوضع هناك صعبا جدا، سواء في انتشال الجثث من تحت الركام أو تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات. الهلال الأحمر الليبي أكد أن انتشال الجثث الآن يتطلب معدات وأليات ثقيلة، مشيرا إلى أن الجثث التي تخرج من البحر يجري انتشالها بشكل فوري سواء في دارنا أو في السواحل المجاورة لها. رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت عن انتشال أكثر من 250 جثة مجهولة الهوية من سواحل مدينة دارنا بمشاركة جهاز حرس السواحل والموانئ وبالتعاون مع فرق الإنقاذ الأخرى الليبية ودول الصديقة، لكن الأمر لا زال يحتاج مزيدا مستمرا من الجهد. أما عن المستشفيات فالأمر لا يقل مأساوية، فقد قال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوحدة الليبية إن خطة إعادة تشغيل المستشفيات الخارجة عن الخدمة جراء الإعصار دانيال ستحتاج لفترة لن تقل عن 6 أشهر، وتعمل الخطة على 3 مراحل: الأولى تقييم الأضرار، والثانية إعادة الأعمار، ثم توفير المعدات. وعن تقديرات المبالغ المطلوبة فقد قال المتحدث أنها ستحتاج حوالي 75 مليون دينار. لذلك بدأ العمل في مستشفيات ميدانية مؤقتة قبل الشروع في خطة إعادة تشغيل المستشفيات، لكن هذه المستشفيات الميدانية ستكون حلا مؤقتا في تقديم خدمات مثل الإسعافات الأولية وخدمات الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، لكنها لا تقدم خدمة الإيواء ولا إجراء العمليات الجراحية الكبرى ولا المتوسطة. وانتظارا لبارقة أمل يستمر تقديم المساعدات للناجين وأهالي دارنا، فيما لا تزال فرق البحث الليبية تواصل جهودها في اقتفاء أثر ضحايا الإعصار الذي يعتبر أسوأ كارثة في تاريخ ليبيا الحديث. أفادت تقارير اقتصادية بتفاقم الوضع الصحي وزيادة معاناة المواطنين في النيجر بعد فرض دول غرب إفريقيا إيكواس المزيد من العقوبات عقب سيطرة العسكريين على السلطة في البلاد. من جانبه اعتبر الرئيس السنغالي أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا في النيجر. يبدو أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول غرب إفريقيا إيكواس بعد سيطرة العسكريين على السلطة في النيجر تشكل فصلا جديدا من المعاناة التي تطال المواطنين. التضخم الناتج عن التدابير الاقتصادية والمالية القاسية أدى لتقليص الواردات من السلع الاستراتيجية الغذائية التي تعتمد عليها النيجر بشدة، ومنذ العقوبات على البلاد تباطأ أيضا نشاط المصانع التي تنتج السلع المحلية بسبب تعليق نيجيريا تزويد النيجر بالكهرباء وقيامها بإغلاق الحدود المشتركة. وإذا كانت الأسواق لا تزال ممتلئة بالمواد الغذائية فإن أثار الحصار تظهر خصوصا في مخزونات الأدوية التي تدخل غالبية شحناتها عبر ميناء كوتونو في بنين المجاورة التي أغلقت حدودها أيضا، علما أن 80% من بضائع الشحن النيجيري تمر عبر هذه الحدود. وبعدما أوقفت غالبية الدول الغربية مساعداتها للنيجر بشر العسكريون البحث عن حلفاء آخرين خصوصا في المنطقة، حيث أظهرت بوركينا فاسو التي يقودها عسكريون أيضا تضامنها مع النيجر عبر إبقاء حدودها مفتوحة. ارتفعت أصوات عديدة خارج النيجر ضد سياسة العقوبات، من بينها منظمة أطباء بلا حدود التي دعت إلى الكف عن تبني أي منطق يقوم على العقاب الجماعي. من جانبها اعتبر الرئيس السنغالي ماكي سال أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا في النيجر بعد نحو 2 شهر من استيلاء العسكريين على السلطة. وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية في إعادة الحكم المدني إلى البلاد وعودة الرئيس محمد بازوم من جديد.
في تطور كبير للهجوم الأوكراني المضاد، قصف الجيش الأوكراني مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم. وأقر الجيش الروسي بمقتل جندي واحد على الأقل في القصف ونشوب حريق في مقر الأسطول البحري. بعد أن سجل مؤشر الهجوم الأوكراني المضاد تراجعات متتالية، حطم المؤشر توقعات الجميع بصعود مفاجئ في ضربة قوية أعادت ضبط موازين القوى بمنطقة البحر الأسود وفقا لتغير الحال. هجوم صاروخي اخترق حصون الدفاع الجوي الروسي ضاربا المقر الرئيسي لقيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في عام 2014، وأسفر الهجوم عن خسائر بشرية وأضرار مادية في الأسطول الذي نشب فيه الحريق، وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية مسؤوليتها عن الهجوم. حاكم مدينة سيفاستوبول الواقع بها مقر الأسطول الروسي طلب جميع السكان والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف شخص طلبهم بالبقاء في منازلهم خوفا من تعرض المدينة التي تعد أكبر تجمع سكاني في شبه جزيرة القرم إلى هجوم أوكراني صاروخي آخر. وعلى الرغم من القصف الأوكراني الذي أصاب مقر الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تمكنها من إسقاط 5 صواريخ أخرى أطلقها الجيش الأوكراني صوب المنطقة المستهدفة. وتشهد منطقة البحر الأسود توترا متصاعدا مع تزايد حدة القصف العسكري المتبادل بين الجيش الروسي وغريمه الأوكراني. فمنذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الغذائية الأوكرانية لم يعد هناك ممر بحري آمن في البحر الأسود لوصول شاحنات النقل البحري إلى 3 موانئ أوكرانية والمغادرة منها. كان الجيش الأوكراني قد أكد أكثر من مرة أن هجومه المضاد في العملية العسكرية الروسية لا يستهدف فقط استعادة مدينتي دونتسك ولوغانسك اللتين ضمتهما روسيا إلى أراضيها في إقليم دونباس، إنما يستهدف الهجوم المضاد استعادة شبه جزيرة القرم ذاتها. مرحبا من جديد. تنطلق اليوم فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 16، ويقام المهرجان على مسرح السور الشمالي. تشارك 30 فرقة يمثلون مختلف الثقافات من جميع أنحاء العالم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلة النيل أسماء حسن. أسماء مرحبا بك، ولو تضعين في التفاصيل. تحية لك في البداية محمد، تحية للسادة المشاهدين. بالفعل في تمام الساعة 8:30 في هذه الليلة يفتتح الفنان انتصار عبد الفتاح فعاليات الدورة 16 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية. هذه الفعاليات تقام على 3 أماكن، منها بيت السناري وكذلك قبة الغوري ومسرح السور الشمالي. الفعاليات تبدأ من 22 وتستمر حتى 28 من سبتمبر الجاري. أيضا أؤكد لك أن 30 فرقة يشاركون في هذه الدورة يمثلون جميع دول العالم، منها الجزائر واليونان وقبرص وجيبوتي وجنوب السودان والصين وكذلك اليونان، وفرق من سوريا وبعض السفارات المقيمة هنا في مصر. وأؤكد لك أن الهدف من هذا المهرجان والذي ينتظره الجماهير هنا في مصر يهدف إلى إتاحة الفرصة لكل الجماهير وكل الثقافات للتعرف على الثقافات المختلفة والفنون الإنشاد الديني، وكذلك إتاحة الفرصة لجميع الفرق للتوحد رغم اختلاف اللغة وكذلك الديانات. وأكد لك أن الفرق المشاركة تؤكد على سعادتها بهذه المشاركة نظرا لأن هذا
المهرجان له مكانة دولية متميزة كل عام. أيضا ننتظر الآن فعاليات حفل الافتتاح بمسرح السور الشمالي، وأكد أثناء حديثي مع بعض الجماهير أشادوا بمستوى تنظيم المهرجان هذا العام، وينتظرون الآن في مسرح السور الشمالي لانطلاق فعاليات هذا المهرجان. الدخول مجانا. أشكرك يا زميلة أسماء حسن مراسلة النيل من مقر إقامة فعاليات مهرجان سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، كنت معنا مباشرة من هنا. متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع. وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن مبادرة الألف كيلو تحت شعار إثباء الخطوة. محافظ جنوب سيناء يسلم جوائز للفائزين بسباق تور دي فرانس للدراجات. مرحبا بكم من جديد. دشنت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نبيل القباج مبادرة الألف كيلو، والتي تنطلق من محافظة الإسكندرية مرورا بمحافظة الصعيد وتنتهي بالقاهرة، وذلك تحت شعار إسباء بخطوة. تهدف الحملة إلى التوعية والتدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة. إسباء بخطوة شعار حملة الألف كيلو التي تم إطلاقها من محافظة الإسكندرية لتجوب 9 محافظات بصعيد مصر وتنتهي بمحافظة القاهرة، والتي سيتم خلالها افتتاح 50 عيادة طبية للتوعية والتدريب لصحة المرأة والصحة الإنجابية والاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل. مبادرة الحقيقة كان أطلقها السيد الرئيس وقادتها وزارة الصحة والسكان بكل كفاءة وبكل جدية، ونحن يعني شركاء أيضا مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ هذه المبادرة. صحة المرأة بتنعكس في خدمات عديدة في تحسين صحتها، علشان تتحسن بالفعل لازم نوفر الخدمة، نوفر الكوادر المؤهلة اللي بتوعي السيدة، ندربها ونمكنها اقتصاديا. احنا النهاردة بصدد افتتاح اول عيادة واول خطوة في طريق الالف خطوة، والالف خطوة هو معنى كده الشمول من المحافظات الدلتا بدءا من الاسكندرية وحتى اقاصي الصعيد، حتى لا نترك احد خلف الركب، وحتى لا يتم التمييز ضد اي سيدة سواء كانت في مناطق نائية او في الريف سنصل اليها، بالإضافة ل50 عيادة والتوعية. في أيضا خدمات في سيارات متنقلة ستصل إلى المرأة في كافة أنحاء الجمهورية. بنقدم كل الدعم لهذه المبادرات اللي بتهتم بالمرأة المصرية وبتمكين المرأة المصرية والحالة الصحية للمرأة المصرية. كما تتضمن المبادرة تمكين المرأة المصرية اقتصاديا من خلال تدريب ودعم السيدات والعمل على تدوير منتجاتهم الخاصة بهم بالسوق المصرية. تدريب للكوادر الطبية والرائدات الاجتماعيات، التوعية عن الصحة الإنجابية وسرطان عنق الرحم. بالنسبة للتمكين من ناحية التمكين الاقتصادي عندنا بازار كبير بيتعمل، والحاجة التانية بندي ورش عمل للسيدات المنتجات من وزارة التضامن اللي تعلموا حرف معينة بحيث انهم يكملوا المشروع، لان بآخر كلامنا مع معالي الوزيرة قالت تنمية الأسرة المصرية مشروع هيقدر يقدم دعم للسيدات لو عندهم مشروع معين، وده اللي احنا بنحاول نعمله. والحاجة الأهم والأكتر ان احنا عندنا 50 عيادة بتتكلم في الصحة الإنجابية وسرطان عنق الرحم هنفتحهم في محافظات مصر، وبناء على تعليمات معالي الوزيرة تم التواصل مع وزارة الصحة المصرية علشان يكون في جزء من العيادات دي بين وزارة التضامن وزارة الصحة والجمعية المصرية لمزارع عنق الرحم. ده هيصب في الآخر في مصلحة المواطن، في مصلحة المرأة المصرية، لأن هي هيبقى عندها كل أدوات الكشف المبكر سواء عن الأمراض العادية، المتابعة، التشخيص المبكر لا قدر الله الأورام عنق الرحم. كل عيادة هتبقى مجهزة بمزارع عنق الرحم، لأن احنا بالشراكة مع الجمعية المصرية لمزارع عنق الرحم هنقدم خدمة اللي هو الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم، ودي طبعا من مبادرات سيادة الرئيس اللي هو الاكتشاف المبكر للأورام. المبادرة تعد شراكة بين وزارتي التضامن والصحة والمجتمع المدني وعدد من الجمعيات الأهلية. العيادات مخصصة لصحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتنظيم السكان، مش عايز اقول تنظيم الناس. عيادة متكاملة جدا، السيدة تقدر تدخل تعمل كل الفحوصات اللي لازمة ليها، تتابع تشوف وسائل منع الحمل المناسبة ليها، تتابع حمل، تتابع اي شكوى نسائية، ولكن كمان اهم حاجة ان يكون في كشف دوري على عنق الرحم علشان ان شاء الله يبقى عندنا حماية 100% من سرطان عنق الرحم. مبادرة الالف كيلو واحدة من المبادرات الفاعلة التي تحرص على تمكين المرأة المصرية
المصريات اقتصاديا وتدريبها وتوعيتها بكيفية الاكتشاف المبكر لأمراض قد تغير مجرى حياتها. محمد حلمي، النيل. سلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جوائز للفائزين بسباق تور دو فرانس للدراجات المقامة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور القنصل العام الفرنسي بالقاهرة أوليفييه لوفان كاسيو. وقد حصدت الأردن ومصر المركز الأول لمسافة 170 كيلومتر رجال وسيدات. وانطلق سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمشاركة 300 متسابق يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية. ويقام سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات على 4 مراحل، الأولى لمسافة 170 كيلومتر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، والثانية لمسافة 96 كيلومتر، وسباق 40 كيلومتر بطريق السلام شرم الشيخ، وسباق 6 كيلومترات عائلة داخل مدينة شرم الشيخ. 3 2 1. بمشاركة 300 متسابق من 30 دولة انطلقت بمدينة شرم الشيخ سباق تور دو فرانس، أحد أهم وأعرق سباقات الدراجات في فرنسا، والذي بدأ عام 1903. وقد أعطى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقنصل الفرنسي لدى مصر إشارة البدء للسباق الذي انطلق في الساعة 7 صباحا. النهاردة هو يوم تاريخي، يوم عالمي، نقدر نقول ان احنا دخلنا العالمية ودخلنا المهرجانات ونقدر نعمل. وعشان كده انا قلت من شوية، قلت ان احنا الاتحادات كلها المصرية اللي موجودة في مصر نقدر نعمل حدث عالمي. ويتضمن سباق تور دو فرانس بشرم الشيخ على 4 مراحل. المرحلة الأولى 270 كيلومتر، وهي المرحلة الأكبر في السباق، من شرم الشيخ إلى مدينة دهب والعودة، وستتم في 10 ساعات. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي للأسر والأطفال، وهي 6 كيلومترات فقط. وقد أشاد قنصل فرنسا لدى مصر أوليفييه لوفان كاسيون بمستوى التجهيزات في جنوب سيناء لهذا الحدث الرياضي الهام. مصر من الدول التي لم يقام بها سباق تور دي فرانس، رغم أن بها أجمل المقاصد السياحية، لذا حرص المنظمون أن تكون شرم الشيخ أحد محطات إقامة السباق، نظرا لمجموعة من المميزات، أولها الثقافات الجديدة والطبيعة الخلابة والبنية الأساسية القوية. هي المرة الأولى لإقامة السباق في إفريقيا والشرق الأوسط، هي تجربة رائعة. وعقب السباق توجه محافظ جنوب سيناء وقنصل فرنسا لدى مصر لمقر المحافظة، حيث تم التباحث واستعراض إقامة اتفاقية توأمة بين شرم الشيخ وأحد المدن السياحية الفرنسية. أكثر من 300 متسابق جاءوا من مختلف أنحاء العالم لإقامة أحد أهم وأشهر سباقات الدراجات التاريخية في أوروبا وفرنسا، تور دو فرانس. وقد وقع الاختيار على مصر، والتحديد مدينة شرم الشيخ، لإقامة السباق لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد هذا السباق. لمياء موافي، النيل. ننتقل مع حضراتكم الآن لمتابعة جانب من كلمة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي في فعاليات الجلسة ورقم 78 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتجذير الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والإدارية وفي القطاع المالي والمصرفي لتجاوز الموروث الواهن للنظم الإدارية السابقة التي لم تكن قادرة على تلبية التحولات واللحاق بالتطور العالمي. ولقد قطعنا شوطا مهما في هذا المسار خلال مدة زمنية قياسية، وتطورت البيئة الاستثمارية في العراق لتنفتح على الاقتصاد العالمي وعلى الشراكات المثمرة، وجرى توقيع العديد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة، وصار العراق بيئة آمنة تجذب المستثمرين إلى فرص واعدة كبيرة. وما زال العراق بلدا نفطيا مهما ودولة محورية في سوق الطاقة العالمي، ويتوافر على فرص ومشاريع وأعمال عالية الأهمية في هذا المجال. وأطلقنا مشروع طريق التنمية
هذا المشروع الرائد والأحدث في المنطقة، وهو القناة البرية الحيوية الرابطة بين أجزاء اقتصادية أساسية في منطقتنا النامية، والطريق الأنسب والأفضل للتجارة والتبادل الاقتصادي في المنطقة وفي فضاء النقل والاقتصاد، بات يمثل رؤية عراقية استراتيجية للترابط والتواصل مع العالم والتفاعل الاقتصادي الإيجابي. لقد أوردت العديد من المؤسسات الدولية تقارير تتحدث عن تفشي الفساد في العراق، ونحن شخصنا هذه الآفة وأطلقنا عليها مصطلح جائحة الفساد، وجعلنا محاربتها أولى الأولويات، وشرعنا بملاحقة المطلوبين أينما وجدوا ومهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم، وتسليمهم للقضاء العراقي لغرض القضاء على هذه الآفة. ومن هنا نطلب من الدول الصديقة والشريك أن تمد لنا يد العون في مكافحة الفساد بجميع مراحله، وتسهيل عملية متابعته والقائمين عليه، إذ يجب علينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون في محاربة الفساد ونسترد الأموال المنهوبة منهم، لأننا نؤمن بالترابط بين الفساد والإرهاب فأحدهما. تابعنا مع حضراتكم جزءا من كلمة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي من خلال مشاركته في الدورة 78 لجمعية الأمم المتحدة. الآن ننتقل مع الزميل الأمير داود لمتابعة آخر أخبار المال والأعمال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية، ونبدأها من البنك المركزي المصري، حيث شارك محافظ البنك حسن عبد الله في فعاليات المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة بوسان خلال الفترة من 12 إلى 15 من سبتمبر الجاري. وذكر البنك المركزي أن المؤتمر يستهدف مناقشة قضايا التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الإفريقية. كما شارك حسن عبد الله في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بحضور عدد كبير من محافظي الدول الإفريقية ببنك التنمية الإفريقي. أكد محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن مصر استطاعت تقديم تجربة تنموية ثرية ترتكز على استثمارات ثرية في البنية التحتية. جاء ذلك خلال جولة لوفد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار الوزير إلى أن الدولة تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية المحفزة والجاذبة للقطاع الخاص والشراكات التنموية العابرة للحدود. يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإختار الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان لدفع مبلغ جدية الحجز خلال الفترة من 24 من سبتمبر الجاري وحتى 24 من أكتوبر، حتى يتسنى بدء تخصيص الوحدات السكنية لهم. ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل في مقار الوحدات الإدارية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية ما نفذه برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 من مشروعات زادت من كفاءة المناطق الجغرافية البترولية. جاء ذلك خلال ترأس الملا باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام من أجل مناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي الماضي. وكشفت الاجتماعات عن ارتفاع إجمالي استثمارات ثلاث شركات تكرير
أسيوط والقاهرة والنصر للبترول إلى 4 مليارات و500 مليون جنيه. بحث وزير الإسكان عاصم الجزار موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة إلى جانب المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بالمدينة وأعمال المرافق، ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية. وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بمختلف أعمال المبادرة الرئاسية والخدمات بالمدن المختلفة، وعلى أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية في المدينة التي تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة السكنية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة في بلاده بمثابة مؤشر على فعالية السياسة الاقتصادية. وأشار الرئيس الروسي إلى انخفاض قياسي في معدلات البطالة وسط مؤشرات على النمو الاقتصادي. كما أضاف بوتين أن الاستثمارات في الاقتصاد الروسي وصلت ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ نموها 12.6%. انكمش عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي بشدة في الربع الثاني من العام، إذ عوض الفائض في الخدمات والدخل الرئيس نقصا في السلع. وأوضحت وزارة التجارة أن عجز الميزان التجاري الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد انكمش بمقدار 2.4 مليار دولار، أي بنسبة 1.1%، ليصل إلى 212 مليار و100 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام. أوقف بنك انجلترا المركزي مسيرة رفع أسعار الفائدة لتستقر عند 5.25%، والتي بدأها قبل فترة طويلة مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم. وتعد هذه المرة الأولى منذ ديسمبر 2021 التي لا يزيد فيها البنك تكاليف الاقتراض. ويعاني اقتصاد بريطانيا الذي تضرر بشدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي ومن جائحة كورونا وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الأزمة الأوكرانية من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، إذ تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% لتصل إلى 93.51 دولارا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3%، مسجلا 89.86 دولارا للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة. أخبار الرياضة بعد الفاصل مع أحمد يوسف. أما عن أخبار الطقس، فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية في الصباح الباكر على الوجه البحري القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة. البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر وخمسة وسبعين سنتي، واتجاه الرياح شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، اتجاه الرياح شمالية غربية. نتابع مع حضراتكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية. We'll be right back.
في ختام الثامنة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يترأس اجتماعا وزاريا حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية. بكين ودمشق تعلنان إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. أوكرانيا تقصف المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر مواقعنا الإلكترونية وسبيرو.إيجي ونايل.إيجي. أشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة وشكرا لك ديما. شكرا لك.